بسم الله الرحمن الرحيم. في الفيديو ده هتعرف حاجتين. اول حاجة ازاي تعمل حساب ادسنس، ماشي، وتاني حاجة ازاي تفعل الربح على قناتك. ماشي، خلينا في اول حاجة. انت عندك قناة على اليوتيوب بس لسه ما وصلتش ل4000 ساعة، ماشي، او لسه ما وصلتش لعدد المشتركين. لازم يبقى عندك حساب على الادسنس. اول حاجه حساب على الادسنس. واحد يقول لي طب ما انا ما فعلتش القناه، طب ما انا ما وصلتش للاربع ساعات ولا الالف مشترك، هعمل ايه بحساب الادسنس ده؟ حساب الادسنس ده بيقعد اسبوع على ما يتفعل. يعني انت بتعمل ايميل جديد زي ما احنا هنعرف دلوقتي، بيقعد اسبوع على ما يتفعل. فانت لازم تعمله من دلوقتي، حتى لو انت هتوصل ل4000 ساعه دولت مثلا كمان 3 شهور او 4 شهور. لا، لازم من دلوقتي يبقى عندك حساب الادسنس، لانه على ما بيتفعل بياخد له اسبوع او اسبوعين، ماشي، فانت هتتاخر كده. فلازم تعمله حتى لو قناتك اتفعلت ما اتفعلتش، لازم يبقى عندك حساب على الادسنس. خلاص، يبقى لازم يبقى عندك حساب على الادسنس. خلاص، سواء انت وصلت ل4000 ساعة او ما وصلتش ل4000 ساعة. طيب، تاني حاجة في الفيديو ده هنعرفها، نفعل لو قناتنا بقى وصلت ل4000 ساعة نعمل ايه. طيب، اول حاجة كده علشان نبتدي الشغل لازم يبقى عندي جيميلين، لازم يبقى عندي حاجتين. حافظ الجيميل بتاع القناة والباسورد وكاتبهم قدامي في ورقة، وتحت اكتب اعمل جيميل تاني بباسورد تانية، جيميل جديد بباسورد جديدة، ماشي، لوحده. يبقى انا عندي حاجتين، جيميل القناة وباسورد القناة، وجيميل جديد بباسورد جديدة، ماشي. ليه؟ علشان هعمل حساب جيميل للادسنس، الجيميل الجديد اللي انا عامله هعمله للادسنس، وجيميل القناه هخليه للقناه. خلاص. طيب، جيميل اول حاجه هنعمل حساب على الادسنس بالجيميل الجديد، الجيميل الجديد هعمله للادسنس، وجيميل القناه هخليه للقناه، وهربط القناه بالادسنس، الحسابين ببعض، ماشي. طب واحد يقول لي طب ما هو حساب واحد. براحتك اعمل بحساب واحد عادي، بس انا بقول لك الافضل ان انت تعمل حسابين، حساب للادسنس لوحده، وحساب وخلي حسابك بتاع قناتك لوحده، ماشي. هنعرف بقى في الفيديو ده ازاي نعمل حساب لادسنس، ونعمل وتاني حاجه ازاي لو احنا وصلنا ل4000 ساعه وال1000 مشترك ازاي نفعل قناتنا وتحقيق الربح. خلاص، فاول حاجه هو بعيد عليكم ان انت لازم يبقى عندك حسابين، تكتب كده الجيميل بتاع قناتك في جنب وتحته الباسورد في جنب، وتبقى عامل جيميل جديد بباسورد جديده لوحدهم تحت كده. خلاص، ماشي. اول حاجه علشان نبتدي برضك هتدخل على جوجل وتسجل حسابك بقى، وتدخل ايميل او تفتح الجوجل، ويلا نبدا الاول. ايه هنعمل؟ ايه هنفتح الجوجل، ماشي، وهنعمل حساب ادسنس او اسمه الاد موب، ماشي، وايه وهنعمله بالحساب بالجيميل الجديد مش بجيميل القناه. خلاص، يلا نبدا الشغل. وما تنساش فعل الجرس واشترك في القناة وتابع الفيديو لآخره، لأن الفيديو فيه حاجتين. يلا، ازاي نعمل حساب ادسنس؟ اول حاجة هنفتح جوجل كروم من الكمبيوتر، ماشي، ونكتب على الجوجل كروم اد موب بالعربي او بالانجليزي، اد موب ADMOB، ماشي، ونضغط على جوجل اد موب اللي هي اول رابط ده، تحقيق الربح من التطبيق الموفق مع الاجهزه، ماشي، هيفتح لنا الصفحه دي. نبدا نضغط ابدا هنا،
لو ممكن تكتب من فوق كده، تكتب تعمل اشتراك الآن، لا نضغط من فوق اشترك الآن ماشي، وندخل الايميل الجديد، الجيميل الجديد اللي احنا عاملينه بالباسورد الجديده، مش بتاعه القناه، لا جيميل جديد بباسورد جديد انا عاملهم، بدخل الجيميل بتاعي اهوت الجديد، بنكتب الجيميل الجديد وبالباسورد الجديده ماشي، يبقى بنضغط من فوق كلمه اشتراك وندخل الجيميل الجديد والباسورد الجديده، مش جيميل القناة ولا الباسورد بتاع القناة، لا ده جيميل تاني انا عامله ماشي، ودخلناهم خلاص. هيطلع لنا الصفحة دي ماشي، نضغط سيف. الصفحة دي هيت فتح لنا الصفحة ديت، بيقول لك استخدمك اد موب برنامج جوجل ادسنس، ارسل الايه الملصقات اليك وبرنامج اعلانات الجوجل ايه كرو. خلاص بقول لك ايه، اكمل النموذج التالي، يعني بيقول لك اكمل ايه النموذج الايه التالي، هتكتب بقى عندك اهوت الاد موب هو بيتربط مع جوجل سينس، هتدخل على البلد وتكتب ايه مصر، تدخل على البلد وتخليها مصر ماشي، المنطقة الزمنية تخليها UTC زي ما انتوا شايفينها هي القاهرة، دولار امريكي والعملة دولار امريكي. خلاص خلصنا كل ده، نضغط صح على اللي تحت كده ونضغط انشاء اد موب، انشاء اد موب هيفتح لنا الصفحة دي، لقد انشأت حساب اد موب بنجاح، لقد انشأت حسابين جديدين في الادسنس واعلانات جوجل وربطهم بحسابك باد موب ماشي، تم ارسال بريد الكتروني للتاكيد على عنوان البريد الالكتروني الخاص بك ماشي، تضغط بقى صح على كل دولت، نعم 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 دولت، تعمل عليهم صح وتكتب متابعه الى الاد موب، متابعه الى الاد موب ماشي، هيفتح لك الصفحة دي على طول، هتنزل تحت ماشي، يبقى احنا دخلنا من جوجل وكتبنا اد موب وعملنا اشتراك ودخلنا الجيميل الجديد والباسورد الجديدة، مش بتاعه القناة ده، جيميل جديد وباسورد جديدة لوحده، وتعملنا نعم 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 نعم، ودخلنا اسم البلد واسم البلد والساعة والدولار الامريكي وكده ماشي، فتح لنا بقى الصفحة ديت، نضغط على كلمة الدفعات، الدفعات ماشي، احرص على تلقي دفعات، تكتب اختار اعداد الدفعات برضك، توفير تفاصيل الدفع، تكتب هنا ايه التفاصيل بتاع الحساب بتاعك بقى، يعني هقول لك ازاي، اول حاجة طبعا انتوا عارفين ايه، انا فتحت صفحة جديدة هيت للجوجل ادسنس، هنسيب تفاصيل الحساب دي ونفتح صفحة جديدة ونكتب في الصفحة الجديدة في جوجل كروم ادسنس، جوجل ادسنس، وندخل على موقع جوجل ادسنس، مش الاعلانات مش اول واحده لا تاني واحده ديت اللي هي جوجل ادسنس الموقع ذات نفسه بتاع جوجل دوت كوم ماشي، بيقول لك سهوله انشاء الاعلانات وكده، هتضغط البدء ماشي، بيقول لك بقى احنا رجعنا تاني للصفحه بتاعتنا اللي هي تفاصيل انواع الدفع، هتلاقي تفاصيل انواع الدفع هنا، هتلاقي هي نفس اللي هنا ماشي، هتخلي تفاصيل اول حاجه فردي، نوع الحساب فردي، تكتب اسمك وعنوانك، اسمك اللي في البطاقه، اسمك كامل، اسمك بالكامل تكتبه ماشي، من فضلك اشترك في قناتنا جيمس بير الانجليزيه عشان بتقدم محتوى انجليزي وبرنامج المونتاج ماشي، هتكتب اسمك بالكامل
في خانة الاسم اسمك في البطاقة زي البطاقة بالظبط، تشوف البطاقة الشخصية مكتوب فيها اسم ايه، تكتب الاسم بالظبط زي ما انتوا شايفين. تكتب بقى الاسم اهوت، ماشي، الاسم رباعي او خماسي، الاسم اللي موجود في البطاقة بالظبط تقوم كاتبه على طول اهوت. الاسم كتبناه اهوت بالكامل، حتى هو خمس اسماء كتبناهم، احمد السيد محمود عبد الرازق رمضان، طبعا ده مش اسمي. تكتب بقى العنوان، العنوان تكتب فيه بلدك ايه والمحافظة والمدينة، يعني مثلا تكتب مصر، تكتب مصر الاول، المحافظة مثلا الدقهلية، تقوم كاتب شرطة كده وتكتب الدقهلية، الدقهلية المحافظة، او تكتب محافظتك يعني. تكتب المدينة مثلا المنصورة، تكتب شرطة، وتكتب بقى اسم وتكتب ايه اسم البلد بتاعتكم او المنطقة، اسم المنطقة. السطر اللي بعده تكتب اسم الشارع، اسم الشارع اللي انت فيه، اسم الشارع اللي انت فيه، ماشي. تكتب رقم الشارع ويعني العنوان بالظبط، رقم الشارع ورقم البيت وكده زي ما انتوا شايفين اهوت، ماشي. 31 شارع الفاروق عمر. تكتب بقى الايه العنوان بتاعك بالظبط زي ما موجود في البطاقة، ماشي. بتكتب العنوان بالظبط، يبقى علشان ما تنسوش، انا دخلت في جوجل كروم وكتبت اد موب ودخلت وعملت اشتراك بجيميل جديد وباسورد جديدة اللي انا عاملهم اصلا ودخلتهم وعملت بدء بقى وايه، ودخلت وعملت صح صح على نعم نعم نعم، وبعد كده دخلت على الدفعات اهوت زي ما انتوا شايفين، وبملى الايه الاستمارة دي اللي فيها بقى الاسم والعنوان، اسمك وعنوانك ومدينتك والرمز البريدي تحت اهوت زي ما احنا هنعرف دلوقتي. تكتب بقى العنوان بتاعك بالظبط، ماشي، وتكتب على رقم، وتكتب رقم تليفونك، كلمني على رقم تليفون، تكتب رقم تليفونك، ماشي. تكتب المدينة المنصورة مثلا او مدينتك ايه، تكتب المقاطعة اللي هي يعني المنطقة اللي انت فيها، المقاطعة تكتب المقاطعة، المقاطعة اللي هي المحافظة يعني، المقاطعة اللي هي المحافظة الدقهلية، ماشي، اللي هي المحافظة بتاعك يعني. رقم البريد هنفتح صفحة جديدة على جوجل علشان نجيب رقم البريد، ماشي. هنفترض مثلا ان انا من المنصورة، هضغط على كلمة زائد اللي فوق ديت واكتب في جوجل كروم اسم المكتب البريد بتاعي. انا مثلا المكتب البريد اسمه مكتب بريد جليلة، مكتب بريد جليلة بالمنصورة، هيطلع لك اهو مكتب بريد جديلة اهوت بالمنصورة، والرقم البريدي اهو تحت اهوت، هتقوم ناسخ الرقم البريدي ده، ماشي، وانت مش قافل الصفحة طبعا، ما تقفلش الصفحة، ماشي، وتقوم ناسخه في ايه في الرقم البريدي اهوت، ماشي، تنسخ الرقم البريدي، ولازم تدخل رقم تليفونك، الرقم الهاتف هو اختياري، بس انا انصحك ان انت تدخل رقم تليفونك، طبعا تخليه مصر او البلد اللي انت فيها، ماشي، وتكتب رقم تليفونك. خلي بالك انا كتبت الرقم في العنوان ورجعت كتبته تاني اهوت عشان يتصل بيك على طول، اهو رقم تليفونك، وكده احنا ظبطنا كل حاجة وملينا كل حاجة. هتضغط ارسال في الاخر، سند، ماشي،
جاري حاليا العمل على اكمال اعداداتك، هتصبر بس شوية كده، wait for minutes. عادة ما يستغرق ذلك بضعة ايام، ولكنه قد يستغرق في بعض الحالات مدة تصل الى اسبوعين. سترسل اليك اشعارا عندما يصبح كل شيء جاهز. ماشي، يعني تصبر بس شوية كده وايه، وبعد كده هنقفل الموقع، بس تسيبه شوية يحمل بس كده. ماشي، يبقى احنا عملنا كده حساب ادموب. طب واحد يقول لي طب ايه حساب الادموب ده؟ مش احنا قلنا ادسنس؟ لا، هو الادموب بدل ما اقول لك خش في الادسنس واعمل ادموب، لا انا كده خليتك عملت حاجتين في حاجه واحده، يعني عملت الادموب والادسنس في طريقه واحده بس. ماشي، يبقى انت كده عملت الايه، الاد موب والادسنس في خطوه واحده اهوت. اللي انت دخلت كتبت على جوجل اد موب، ودخلت عملت اشتراك، وكتبت الباسورد الجديده بتاعك والجيميل الجديد بتاعك مش بتاع القناه. ماشي، ودخلت نعم نعم نعم، وبعد كده مليت الاستماره زي ما انتم شايفين اهوت. ماشي اهوت، وتحفظ الايميل ده، لان هو الايميل ده بتاع الايه، الادسنس بتاعك اللي احنا اللي انت هتدخله بقى على الايه، على جوجل، على الخطوه الاولانيه اللي انا وريتها لكم، الجزء الاولاني من الفيديو. ماشي، اللي هو الجزء الايه الاولاني، الجزء الثاني من الفيديو. ماشي، بعد ما عرفنا الجزء الاولاني اللي بيتكلم عن ازاي تعمل حساب ادسنس، ماشي، سواء عندك ال 4000 ساعه او ال 1000 مشترك او ما عندكش. ماشي، الجزء الثاني هذا من الفيديو، الجزء الثاني لو انت عندك 4000 ساعة و1000 مشترك وهتفعل الربح على قناتك. ماشي، تعالوا نعرف ازاي. خلاص انت عندك حساب ادسنس، وصلت ال 4000 ساعة ومعاك 1000 مشترك. ماشي، وانت خلاص معاك ايميلين، معاك الايميل اللي انت عملت بيه حساب الادسنس، حساب الاعلانات اللي هو الادسنس. ماشي، وعندك ايميل اللي هو بتاع قناتك. تعالوا نبدا ونشوف، نخش على قناتنا على اليوتيوب. ماشي، بس من الديسكتوب، من سطح المكتب، علشان نخش للدولار وندخل حساب الادسنس ونفعل الربح في القناه. ماشي، لان احنا خلاص وصلنا ل 4000 ساعه وال1000 مشترك. الكلام ده لو انت وصلت ل 4000 ساعه وال1000 مشترك، فخلاص بقى هتدخل كل دولت علشان تفعل قناتك. يلا نبتدي. هنبتدي بسم الله الرحمن الرحيم. هتفتح قناتك وتكتب قناتي. خلاص، لو قال لك سجل دخول، هتسجل دخول بالباسورد بتاع قناتك، بالجيميل بتاع قناتك والباسورد بتاع قناتك. يعني لو الصورة اللي فوق ديت قدامك بيضة، يبقى انت ما سجلتش دخولك، لازم تضغط عليها وتدخل الجيميل بتاعك وتدخل الباسورد بتاعك. خلاص، فتحت لك الصفحة دي. لازم تعمل بقى من فوق كده التلات نقط اللي فوق دولك، تضغط على كلمة ديسكتوب. احنا شغالين من الموبايل، ديسكتوب ديت اللي هي سطح المكتب، تضغط عليها ضغطة كده عشان تحولك لسطح الايه، المكتب زي ما انتم شايفين. وتضغط على اول واحده اللي هي تسجيل الدخول. هيحولك على كده، تضغط على الجوجل كروم دي. ماشي، هيفتح معاك الصفحه دي. هتضغط على صورتك اللي فوق اللي هي في الجنب هناك دي، تضغط عليها كده، وتضغط على يوتيوب استديو. يوتيوب استديو، ماشي، اللي هو استديو اليوتيوب يعني. خلاص، هيوديك على الصفحة دي اللي هي صفحة قناتك. ماشي، تنزل تحت كده، ترفع لفوق دي، عندك تحقيق الربح اللي هي علامة الدولار دي، علامة الدولار، تضغط بس على علامة الدولار. يبقى احنا عملنا ايه؟ دخلنا على استوديو اليوتيوب من الجوجل كروم بسطح المكتب،
وفتح لنا الاستوديو اليوتيوب ونضغط على علامة الدولار بس كده، نضغط على علامة الدولار هيجيب لك الصفحة دي، هيقول لك عدد المشتركين هنا. لو انت جبت عدد المشتركين الالف ساعة والاربع الالف مشترك والاربع تلاف ساعة، تضغط اعلامي عندما اصبح مؤهلا، تضغط عليها على العلامة الزرقاء دي. لو انت بقى معاك زي ما انتوا شايفين 2000 مشترك ولا 4000 ساعة عديتهم خلاص، بقى معاك 2000 مشترك وعديت ومعاك 4000 ساعة، تعمل تقديم طلب الان، تعمل تقديم طلب الان علشان تفعل الربح على قناتك. ماشي، بس لازم يبقى معاك 2000 مشترك و4000 ساعة زي ما انتوا شايفين اهوت. لازم يبقى فيه صح هنا وصح هنا كده، خلاص. وبعد كده هتضغط على تقديم طلب، هيفتح لك الصفحة دي. ماشي، تحقيق الربح. الخطوة الأولانية لقد تم البدء، عندك 3 خطوات هم زي ما انتوا شايفين. اما تفتح لك الصفحة دي اضغط على تحقيق الربح. ماشي، هيفتح لك 3 خطوات هم: مراجعة احكام برنامج شركاء اليوتيوب، تعمل تضغط على كلمة البدء. يبقى اول خطوة كده، الخطوة الاولانية تضغط على كلمة ايه البدء دي. ماشي، عندك بقى يطلع لك الشروط والاحكام، هي اصلا احنا ما بنقراهاش زي ما انتوا شايفين. هتعمل بس علامة صح تحت كده، اوافق على احكام برنامج شركاء اليوتيوب، تعمل صح وتضغط اوكي. ماشي، وتنتظر، تنتظر بس ثواني كده وخلاص. بيقول لك تمت الخطوة الأولية، تمت اهي. نخش بقى على الخطوة التانية. الخطوة التانية هي اللي هي لازم يبقى معاك جوجل ادسنس، حساب جوجل ادسنس. اللي احنا هكمل الفيديو لحد النهاية علشان تعرف حساب الجوجل ادسنس تعمله ازاي. ماشي، هاو تو ميك جوجل ادسنس اكونت، هتضغط عليه، هتضغط على كلمة البدء، هيجي يقول لك تضغط على السهم ده، هل لديك حساب حالي على الادسنس؟ زي ما انت هوت لازم يبقى عندك حساب على الادسنس، حساب تاني غير بتاع قناتك. ممكن تدخل ده زي ده بس بلاشي، لا لازم يبقى عندك حساب ادسنس زي ما احنا هنشوف في نهاية الفيديو. يعني كمان سواء 3 دقايق هتعرف على ازاي تعمل حساب الادسنس. يبقى احنا في الخطوة التانية اللي هو تدخل حسابك على الادسنس. هتعمل السهم، هتكتب نعم لدي حساب حالي، لا املك حساب حالي، لا اعلم. لو انت ما عندكش حساب ماشي، اقف هنا وما تضغطش على حاجة. اما لو عندك حساب على الادسنس اكتب نعم لدي حساب حالي. ماشي، لا اعلم. لا ما تكتبش لا اعلم دي، ما انصحكش ان انت تكتب لا اعلم. خلاص، لو انت عندك حساب حالي تكتبه، ما عندكش يبقى ما تتكش على حاجة واطلع من الايه من الصفحة خالص. ماشي، علشان تعمل حساب بقى على الايه على الادسنس زي ما احنا هنشوف دلوقتي ازاي تعمل حساب، لان احنا مقسمين الفيديو جزئين، جزء تفعل قناتك ازاي الربح، والجزء التاني ازاي تعمل حساب على ادسنس. لو عندي حساب ماشي، هدخل الحساب اهوت زي ما انتوا شايفين. انا عندي حساب اهوت على الادسنس وحافظ الجيميل بتاعه والباسورد بتاعه، هقوم كاتبه زي ما انتوا شايفين، او اضغط استخدام حساب اخر وادخل الايه. انا هضغط استخدام حساب اخر وادخل الايه الجيميل والباسورد، مش بتاع قناتي، لا بتاع حساب ادسنس. حساب ادسنس ده اللي احنا هنعمله كمان شوية في نفس الفيديو. ماشي،
خلاص انا دخلت الحساب اهوت ودخلت الباسورد زي ما انتوا شايفين، نضغط قبول الربط. يمكنك رقبة حسابك المضيف مع حسابك الادسنس، نضغط الربط، نعمل الربط. هيقول لي جاري اعادة توجيهك الى المضيف، يعني بيقول لك انتظر هنستنى. ماشي، طبعا هو بياخد وقت علشان يعمل لك الحركة دي. وهنضغط مراجعة، هيقول لك قيد المعالجة اهوت، يعني ايه هيقعد له حوالي ساعتين ثلاثة كده على ما ايه على ما يفعل لك يعني الحساب وكده. ماشي، فانت تنتظر يعني تقفل الصفحة وتشوف حاجة تانية بقى وترجع تاني للي احنا قلناه على ما يكون هو فعل لك الايه الحساب بتاعك. هتنتظر ساعتين مثلا او تقفل الكمبيوتر وترجع تدخل تاني. بعد الساعتين هتلاقي الاشتراك نجح، هو تم الاشتراك في الادسنس. هتخش على الخطوة الثالثة على طول، اللي هي الخطوة الثالثة دي اللي هي الانتظار حالة المراجعة. يعني هيقولك بقى استنى اسبوع ولا حاجة ولا يومين ثلاثة اربعة خمسة على ما احنا ايه نعمل لك الخطوة الثالثة. بس احنا اهم حاجة عدينا من الخطوة الاولانية والخطوة الثانية. ماشي؟